خلينا نطلع نشوف تقرير عن هذه الزيارة، وكلمة كده للكابتن محمود الخطيب، وكلمة للسير مجدي يعقوب، وهنرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. الحقيقة النهاردة يمكن من اللحظات الحلوة جدا اللي أنا يعني حسيت بيها وشفتها، اللي بتمس قلوب ناس كتير جدا، مؤسسة دكتور مجدي يعقوب في أسوان. أنا يمكن حضرت الافتتاح، والنهاردة في زيارة لمؤسسة. التطور اللي احنا شفناه، الحالة الإنسانية الكبيرة جدا جدا اللي موجود عليها كل من يعمل في المؤسسة دي، الحقيقة حاجة مشرفة جدا، حاجة بتسعدنا كلنا. شفنا النهاردة وسمعنا أرقام كبيرة جدا المؤسسة ساهمت فيها لأطفال لسه ما بي ولا بيتكلموا ولا بيعرفوا يمشوا حتى، وكبار جدا في السن. الحقيقة الأمر اللي احنا شايفينه النهاردة أمر بيخلينا نبقى عندنا أمل كبير جدا في مستقبلنا كمصريين وكعرب، إن احنا بالحب وبالانتماء لبلدنا، بالانتماء بإيماننا، لأن دي رسالة إنسانية. أعتقد يعني كلنا نحقق حاجات كتيرة جدا مع بعض. احنا سعدنا جدا بدوت، وتشرفنا جدا النهاردة بوجودنا في مؤسسة لراجل الحقيقة سعدت بلقائه، يعني الدكتور مجدي يعقوب. يشرفنا جدا ويسعدنا بهذه الزيارة، وخصوصا الكابتن الخطيب، ان دي حاجة جميلة جدا ان يكون في تعاون في خدمة الشعب، ودي حاجة بنعتز بيها جدا. احنا متشكرين جدا على هذا الشعور، وهو شعور متبادر، لان احنا بنحب النادي الاهلي وخدمته للشعب، وان شاء الله يكون في مودة وخدمة للشعب في المستقبل.